السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون فيديو حلو جدا جدا لسيده كده وفنها وديكوراتها في بيتها، وكمان هنتعلم منها التنظيم، حاجات حلوه جدا هنتعلمها منها النهارده. السيده اللي معانا النهارده سيده اجنبيه، بجد الفيديو اكتر من رائع، في حاجات جميله جدا هتعجبكم. طبعا هي هنا كانت بتغير الستيكر بتاع السيراميك، بتغير يعني من الديكور بتاع المطبخ. اول حاجه كانت مسحت الحيطه كويس، وبعد كده زي ما انتم شايفين جابت الاستيكر اللي هو بيبقى على شكل سيراميك وحطيته كده بالشكل ده. عايزه اقول لكم ان هو غير لها الدنيا، ويعني عمل لها حاجات جميله زي ما انتم شايفين. عايزين بقى لايكات كتير 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 منكم، ولو انتم اول مره بتشوفوا القناه عندي يا ريت تنوروا عائلتي الكبيره وتشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس. بعد ما تعملوا اشتراك فعلي زرار الجرس علشان لما انزل كل جديد يجيلك. وطبعا مستنيه كومنتاتكم تحت اللي بتفرحني يا حبايب قلبي. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين، طبعا بعد ما هي خلصت الاستيكر بتاع المطبخ عملت تنظيفه كده في المطبخ حلو. اول حاجه جابت الادراج وجابت بالشفاط اللي هو بيشفط اي اتربه من المطبخ، شفطت كل حاجه. بعد كده مسحت، وبعد كده جابت الورق اللي هو بتاع الادراج، ورق عادي جدا ممكن يكون ورق حائط وتجيبيه على حسب ما انت تحبي يعني. وبعد كده حطيته، وبعد كده جابت المنظمات اللي انتوا شايفينها الخشب دي، وجابت بقى علب التوابل ورصتها بالشكل ده، وطبعا على كل نوع تابل حطت الاسم بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى بعد ما خلصته خالص، وكمان لو تلاحظوا سابت جنب منه كمان طقم للمعالق بتاع المطبخ برضو علشان الباقي هي حطته على الرخامة. بعد كده عملت التقفيل من تحت، زي ما انتوا شايفين الدنيا عندها ما كانتش منظمه خالص، فحبت ان هي تعمل تنظيف وتنظيف، وبعد كده هتبتدي ان هي برضو ترصصهم رصه حلو. زي ما انتوا شايفين جابت برضو الورق ولزقته تحت كده في التقفيل، وبعد كده جابت المنظم اللي هو التربو، وجابت المنظمات اللي فوق بعضها. شوفوا بقى الدنيا عندها بقت منظمه ازاي، كل حاجه عملت لها مكان كده عشان الدنيا تكون منظمه عندها. شفتوا كمان الحامل الجميل او الاستند الجميل بتاع الاستشوار والمانيكير والشامبو والحاجات الجميله دي، وكمان القطنيات، حلو جدا جدا النظام، حلو في كل حاجه. لو كلنا نظمنا حياتنا ولو بحاجات بسيطه هترتاحي نفسيا لبيتك. بعد كده عملت لكم تنظيفه حلوه كده في التويلت بتاعها او في الحمام بتاعها. هنا كده زي ما انتم شايفين ده المرايات، غسلت الحوض وغسلت المرايات، وبعد كده زي ما انتم شايفين بتغسل البانيو. طبعا البانيو بتاعها كابينه، المساحه دي عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا، لان بجد بتخلي لك الازاز او المرايه عندك زي الفل، يعني اللي مش عنده يجيبها، بجد حلوه. على فكره عايزه اقول لكم ان هي رخيصه مش غاليه، وكمان بتمسحي، تقدري تمسحي بيها الرخام بتاع المطبخ، حلو جدا. طبعا هي بعد ما خلصت نظفت المطبخ وعقمته وفرشته كده، سوري الحمام، وفرشته كده زي ما انتم شايفين، وحطت ديكورات بقى. هي هنا بتوريكم ده ديكور ذهبي حطته، ممكن تحطيه كمان الديكور الفضي، يعني هي مش شرط على نفسها ان ممكن الديكور اللي تحطه ذهبي علشان خاطر الالوان ده طبعا لونها رصاصي، فكتير بتشيل الفضي وبتحط الذهبي والعكس، ساعات تشيل الذهبي وتحط الفضي على حسب يعني ما هي حابه ايه. انت كمان تقدري تعملي كل ده. هنا بقى بعد كده نضفت تنظيفه للبوتاجاز، المفروض المقطع ده كان مع المطبخ، بس مش عارفه هو اتلخبط الدنيا مع بعضها ازاي، بس يعني هو المفروض التنظيفه دي كانت مع المطبخ يعني. طبعا بعد ما نضفت كده ولمعت الدنيا وظبطت الدنيا، زي ما انتم شايفين الدنيا بقت عندها زي الفل، والدنيا بقت عندها بتلمع وبقت جميله. هنا بقى كمان يعني بتوريكوا الاول ده غرفه الغسيل او غرفه الملابس، زي ما انتم شايفين غيرتها برضو، عملت لها نفس الورق الحائط او الورق اللي هي حطته في الدرج، غيرته كده زي ما انتم شايفين، وعملت كمان نظام حلو في التقفيل من فوق زي ما انتم شايفين بالشكل ده. اللون اختلف، لو تلاحظوا كان الاول لونه رصاصي، وبعد كده عملته زي ما انتم شايفين ورق حائط. هنا بقى كانت بتعمل لكم جوله فيه،
بحب قوي غرفة الغسيل دي. طبعا هي الأوضة الأول كانت باللون الرصاصي كده خالص كلها يعني، بس هي حابة تغير كالشكل لما بتيجي تخش، فده الوش بتاع الأوضة، فحبت انها تعمل لها ورق الحائط ده يعني كنوع من التغيير. وطبعا هي ما بعدتش عن الألوان قوي يعني. هنا بقى طبعا بتوريكو في الغرفة دي عاملة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا الدوني ناس كتيرة برضو سألوني قالوا لي هو الدوني ده متواجد في الدول وفي المحافظات حاليا؟ اه موجود يعني، لو روحتي مثلا هايبر كبير او محلات كبيرة هتلاقي الدوني ده. هنا بقى بترص طبعا الحاجة بتاعتها في المنظمات. كلنا تعودنا مع بعض ان معظم السيدات التركيين او الاجانب بالصابون بتاعهم والصابون بتاع الغسيل والجل والحاجات دي كلها بيفضوها في ازايز ازاز علشان خاطر يعني يكون الشكل حلو. طبعا ناس كتيرة قالوا لي الفكرة دي حلوة جدا وحسينا منها ان هي بتكون منظمة الدنيا وبيكون شكل الحاجة باين كده وبيكون شكلها حلو. وناس كتيرة اختلفت قالوا لي، وبصراحة مش كتير لان الناس اللي بتحب التنظيم بتحب الحاجات دي، قالوا لي طب ليه احنا نقعد نفضيها وهي اصلا في علب؟ فهي بتبقى بس اذواق مش اكتر. هنا كده زي ما انتوا شايفين هي كانت بتعمل ترتيب او تنظيف للغرفة بتاعتها، فبتوريكو هي ازاي بتفرش السرير بتاعها وبتنظم السرير بتاعها بشكل حلو كده زي ما انتوا شايفين. هنا طبعا حطت الكوفرتة بتاعتها او اللحاف بتاعها، فهي بتوريكم ان هي كانت عملته 3 طبقات زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده فرشت قطعة الفرو بتاعتها وحطت الشموع. جبت لكم قبل كده برضو فيديو عن سيدة يعني بتعمل كل ده برضو، فكان في ناس سألوني طب ساعة النوم هنشيل كل ده؟ جبت لكم قبل كده سيدة برضو بتشيل الحاجات دي كده وعادي جدا كلهم كده يعني، مش عشان فرشين الغرفة كده فمش بيناموا عليها، لا عادي طبيعي جدا. بس هو زي ما قلت لكم ان هي بتبقى أذواق. هنا بقى كانت بتخلص بتمسح المرايات بتاعتها والإزاز، وهنا كمان شالت الفرو الأبيض وبتوريكم ممكن تحطوا فرو تاني اللي هو الصوف اللي هو العادي يعني باللون البينك أو الكشمير على حسب ما انتوا تحبوا يعني، أو على حسب ما عينيكوا ترتاح انتوا عايزين ايه بالظبط. هنا بقى كمان بتعمل كده تنظيفه بره في الطرقة بتاعتها زي ما انتوا شايفين، ده كونسول وفوق منه مراية، فنظمته كده أو نظفته بشكل حلو جدا يعني. هي كانت بتقول هي ايديها على طول في قلب البيت علشان خاطر تحافظ على نظافة البيت وفي نفس الوقت الدنيا تكون مهندمة كتير وشكلها حلو. مع اختلاف بقى يعني اللي رايح جاي معاها دوت، بصراحة انا مش بحب خالص خالص لا القطط في البيت ولا الكلاب في البيت، ما بحبهاش خالص 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 خالص. في ناس بتحب القطط جدا وفي ناس بتحب الكلاب جدا، فانا مش من دول خالص لا ده ولا ده بصراحة. فطبعا كل واحد وذوقه، كل واحد على حسب ما هو قاعد مع الأسرة بتاعته بتحب ايه ومش بتحب ايه. هنا طبعا هي كانت بتنظف المكان بتاع الفراندا او الجنينة بتاعتهم، فبتنظفها كده تنظيفة حلوة وقعدة جميلة جدا. مين بقى فينا ما يحبش القعدة الجميلة الحلوة دي؟ بالذات بقى بالليل، هتشوفوا بقى بالليل الجو عندها عامل ازاي. هنا بقى شوفوا يعني ايه يعني الجو حلو. هنا كان بتوريكم الشموع اللي هي الالكترونية بالريموت كده زي ما انتوا شايفين، وطبعا جو جميل جدا 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 ما شاء الله عليها، ربنا يهنيها ويسعدها. هنا بقى كانت بتعمل زي نظام طابلو او برواز هتحطه حوالين الشاشة بتاعت التلفزيون، بس طبعا عملت عليه قيمة كده ودهنته، وبعد كده حطته على الشاشة كده زي ما انتوا شايفين. وهتوريكو قبل كان عامل ازاي وبعد كان عامل ازاي، برضو الفكرة دي عجبتني جدا كأنك مش حاطة شاشة خالص يعني. شوفوا بقى قبل كان عامل ازاي
وهنا دلوقتي بعد عامل ازاي، شوفوا هي مشغله الشاشه وكأن الشاشه اصلا مش شغاله، يعني كأنك حاطه التابلوه. فما شاء الله الفكره دي عجبتني جدا جدا. هنا بقى زي ما انتم شايفين هي هنا برضو كانت بتعمل زي نظام ايه، يعني تابلوه او كادو ممكن تديه لاي حد يعني عزيز عليكي، او ممكن تحطيه ديكورات عندك في قلب البيت. طبعا شكلها شيك جدا وحلوه جدا. هي بصراحه الفكره عجبتني، بس مش عارفه الادوات اللي هي استخدمتها بالظبط فيها ايه، لان بصراحه هي ما كانتش قايله او ما كانتش كاتبه. هنا كمان كانت بتعمل طقم حلو جدا، وده الطقم الكريستال العادي جدا. كل اللي هي عملته هتعمله شمعدان. طبعا هي هنا كانت بتسيح الشمعدان وحطت فيه لون عشان يديها اللون البينك، وحطت فيه كده الشمع. بعد كده بقى حطت استرس عليه وعملت فيونكة باللون البينك وحطتها عليه كده. بجد شكله حلو وشكله شيك جدا ويفتح النفس من جماله. طبعا برضو تقدروا تعملوه بأقل التكلفة عندك وبحاجات بسيطة. هنا كانت بتعمل استرس على البلوزة بتاعتها، برضو الاسترس ده بيتعمل بالمكوة، بيتحط كده على الهدوم وبعد كده بتحط منه اي قطعة قماش عشان ما يلزقش فيه، وبعد كده تبدأ تكوي، وزي ما انتم شايفين تبدأ تشيل من على الاستيكر بتاعه وبيبقى زي الفل وبيطبع على الهدوم. بس كده حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون السيدة عجبك. اشوفكم الفيديو الجاي ومع السلامة.